غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. هذا المحل بمثابة مكان للمبيت والعمل لعائلة راوي عياد لتعيل عائلتها بعد نزوحها من حي الشجاعية إلى دير البلح. ابتاعت كل ما يلزمها من أجل البدء بمشروع بيع الفلافل والفراشيح الغزاوية. فكرنا بقصة الفراشيح، بما أنه ما كانش لا في مخابز ولا كان في إشي متوفر ولا طحين، وفرنا طحين، بدينا تقريبا برطل طحين أنا وزوجي فقط، ما كانش معانا حدا. بدناه أول المشروع، فكرنا برطل طحين، جبنا رطل وشرينا المعدات. إحنا طلعنا على فكرة من الشجاعية بعشرين أو ثلاثين شكل فقط، بس أهل الخير هنا لما سمعوا بفكرتنا وبالمشروع أعطونا $100 كبير. شرينا فيها المعدات، شرينا الصاجة، شرينا خشب، شرينا وشرينا كل إشي إلا وازن. كنا نصحى من الساعة 5 الصبح الفجر، زوجي يعجن، نقطع الرق، نخبز، يجيب الفراشيح ويجيبوا منها على البلد، أبو ربع ساعة 10 دقائق يكون كل إشي مخبوز. راوية تعرفنا عن نفسها قبل الحرب، كانت ناشطة نسوية وشبابية في مختلف المؤسسات والمجالات، وكانت ناجحة في بعض الألعاب الرياضية، إلا أن الحرب المدمرة على غزة عطلت نشاطها وعملها الأساسي. إذا عرفتم عن حالي ما قبل 7 أكتوبر، أنا كنت ما قبل 7 أكتوبر صاحبة مشروع راوية للمطرزات والإكسسوارات، وكمان كنت أنا كمان مخلصة بكالوريوس خدمة اجتماعية، كنت باحثة اجتماعية في أكثر من مؤسسة وجمعية، وكمان كنت ناشطة مجتمعية من مؤسسة مع مؤسسين الاتحاد العام لذوي الإعاقة، وعضو مجلس إدارة في الاتحاد العام لذوي الإعاقة، وعضو مجلس إدارة ومن مؤسسين نادي فارسات فلسطين للفتيات من ذوات الإعاقة، وهو كان الأول على مستوى فلسطين للفتيات من إدارة ولاعبات، وأيضا لاعبة تنس طاولة ولاعبة كرة سلة. تواجه النساء في قطاع غزة واقعا حياتيا صعبا للغاية في ظل نقص المستلزمات الأساسية ومتطلبات العيش، فيحاولن إيجاد مصدرا للدخل حتى يوفرن لقمة لأبنائهن. غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات.